ومعنا من القاهرة مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية محمد الأسمر. أهلا بك أستاذ محمد عبر سكاي نيوز عربية. في أي إطار يمكن وضع اليوم هذه المعلومات، ولماذا بث هذه الشائعات في هذا التوقيت؟ أهلا وسهلا، حياكم الله. قبل أن تنطلق تصريحات ما يسمى بوزير الدفاع في حكومة الوفاق حديث العهد بهذه الوزارة وغير محسوب أيضا على الخبرة الاستراتيجية، كانت هناك تصريحات لما يسمى بالمفتي المنتهي الولاية أحد أبرز أعضاء المسلمين الصادق الغرياني منذ الأسبوع الماضي بأن يجب على ما أسماهم بالثوار التحرك لكبح جماح طموح القوات المسلحة العربية الليبية كما أفاد بذلك، وأنه لا يمكن الدخول في هذه المدهنات مع الجيش. يقصد اتفاق الذي أبرمه النائب الأول للمجلس الرئاسي معتيق مع قوات مسلحة بما يتعلق بفتح الحقول والأبار والموانئ النفطية، والذي أصبح معلقا بعدم موافقة المجلس الرئاسي ومطالبة المشري بمحاكمة معتيق حيال ذلك. هناك مشهدا مهما للحقيقة يتكرر، وهو هذا الأسلوب الموجود لدى الميليشيات. الجيش قد دخل في هدنة تامة بإرادته وحرصا منه على إنفاذ الرغبة الدولية ودول الجوار لإنفاذ مصالحات وتحقيق الاستقرار والقضاء على الميليشيات. دخل في الهدنة منذ الثامن من شهر يونيو بعد قبوله وسعيه أيضا لإعلان القاهرة في السادس. أستاذ محمد، وضوح بيان اليوم الجيش الوطني هو دائما مع الخيار السلمي، ولكن في المقابل الطرف الآخر مصر على الذهاب إلى الحرب من جديد وعلى المواجهة، ويبث هذه المعلومات والحديث عن القطاعات العسكرية وكلها أخبار مغلوطة ومزورة. اليوم الذهاب إلى هذه المواجهة، ماذا يبقي اليوم أمام أعين المجتمع الدولي الذي يراقب هذا الدور المشبوه للميليشيات؟ هو الحقيقة بتراكم هذه الإجراءات الغير المسؤولة من الميليشيات والداعمين لها يفرض على المجتمع الدولي هنا أن يحكم رأيه بمن يعمل على السلام، القوات المسلحة العربية الليبية بأهدافها المحددة بالقضاء على الميليشيات وإرساء دعائم العملية السلمية والانتخابية تحقق ذلك أما بعمليات العسكرية أو بالتحاورات التي يجريها المجتمع الدولي ووفرت لها القوات المسلحة هذه البيئة الآمنة. القوات المسلحة توفر بيئة آمنة للمجهودات الدولية، بينما الطرف الآخر من الميليشيات يحاولون زعزعة ذلك. لا ننسى أن مناوشات من شهر يوليو وأغسطس وفي نهاية شهر يونيو بعد إعلان الهدنة من قبل الجيش كانت من طرف هؤلاء في محور أبو غرين أبو نجيم باتجاه الجفرة من ناحية مدينة القريات بالتوجه إلى الشويرف والدخول من ناحية الجنوب الغربي لطرابلس في محور الجفرة. كل هذه الأعمال شكلت تراكمات لو أخذ بها المجتمع الدولي الحقيقة لتوصل إلى وجهة نظر جيدة جدا تمكنه بكيفية التعامل مع مختلف الأطراف في الملف الليبي. قضية هامة جدا أن هؤلاء يتخذون ذرائع حتى من التمارين التعبوية وهي المناورات التي تقوم بها القوات المسلحة العربية الليبية وكذلك الإحلال والأبدال. في قبل أن ينتهي وقت أستاذ محمد، ضعف الميليشيات اليوم في المناطق الغربية ونجاح الجيش الوطني في السيطرة على معظم يعني أنحاء البلاد يأتي أيضا في سياق بث هذه المعلومات والخشية اليوم من الهزيمة التي منيت بها الميليشيات في السابق. نعم نعم، هذا مجال، والمجال الآخر أيضا هم لديهم رهبة شديدة بعدما قام حليفهم التركي بسحب أعداد كبيرة من المرتزقة السوريون جوا وبحرا للزج بهم في عملياته في أذربيجان مع قادة ميليشيات من الجانب الليبي للأسف الشديد، ويضاف على ذلك كله خوفهم من خروجهم من المشهد في إطار الإفادة الداخلية لتنظيمهم من إخوان المسلمين إلى الجماعات الإرهابية المؤدلجة، لأن لو سارت هذه العمليات فإن منبع الموارد النفطية التي كانت تصب في صالحهم باعتراف محافظ مصر بما مركزي التابع للوفاق أن أكثر من 460 ألف مليار تم إهدارها غير مقننة، 70% منها لا تعتبر مسجلة أو مقيدة في القيودات الأساسية، وبالتالي كل هذه المخاوف تجعلهم يتجهون بهذا الاتجاه إطالة أمد الاشتباكات تؤمن لهم وقوف هذه العملية التي يتم إجراؤها الآن، وخاصة أن القوات المسلحة العربية الليبية تتمسك بما تم اتفاق عليه دوليا وإقليميا بالوجود في خط ماسها سرة الجفرة، وهم يريدون منها أي تحركات سلبية لكي يتم اتخاذها ذريعة لتحركات مضادة. نعم
أشكرك جزيل الشكر مدير مركز الأمة الليبيري للدراسات الاستراتيجية محمد الأسمر، كنت معنا مباشرة من استوديوهاتنا في العاصمة المصرية القاهرة.